أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في وصف الصراط في الحديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وجاء أيضا أنه دحض مزلة. أين؟ والسؤال يا صاحب الفضيلة: الدحض المزلة لا يكون إلا بطريق واسع، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ دحض المزلة بسبب دقته وحرارته، بسبب دقته وحرارته يكون مزلة، نعم، ما يثبت عليه، نعم.